شيع العشرات من أهالي كفر قاسم الليلة الماضية جثمان الشهيد نعيم بدير الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال فجر الجمعة الماضية. وكانت الشرطة قد سلمت جثمان الشهيد بدير لعائلته مقابل اشتراطها على أن يكون عدد المشيعين دون 50 شخصا. وهددت الشرطة العائلة بفرض غرامة مالية بقيمة 25,000 أكثر من 7,000 دولار في حال لم تلتزم بشرطها. واستشهد الشاب نعيم بدير برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار. ادعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة، وهو الأمر الذي نفته عائلة الشهيد. والله الحادث هو حادث عادي، مبين أنه كان تفتيش عليه من قبل الشرطة، تفتيش عادي. وكيف انجر لإطلاق نار ولقتل المرحوم، هذا الشرطة هي الوحيدة اللي بتعرف في هذا الموضوع، احنا بنعرفش في هذا الموضوع. هم بيدعوا انه عملية تخريبية، هذا عاري عن الصحة نهائيا. ولد